عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتورة زينب حسن وحضرتك في تعليم التمريض أونلاين أكاديمي. النهاردة بإذن الله هناخد آخر حاجة في سلسلة حلقات الـ Health Education أو التثقيف الصحي. خدنا 8 شابتر، وكل شابتر فيهم كان مختص بجزء معين، ازاي ان احنا نعمل مثلا برنامج ونحط أهدافه، وخدنا الهيستوري بتاعه في الأول، وخدنا الرول، وخدنا السيري، خدنا اجزاء كتير قوي. فعشان تحضر بقى معايا اخر حاجه دي لازم تشوف سلسله الحلقات من الاول عشان تبقى ايه، هي كلها مبنيه على بعضها. اخر حاجه خالص هنعمل ايفالويشن. احنا حطينا البرنامج، حطينا اهدافه اكوردنج تو بقى الكوجنيتيف والسيكوموتور والافكتيف اللي هي الدومين بتاعه الايدوكيشن، الاوبجكتيف ايدوكيشن اوبجكتيف. دلوقتي هنعمل الايفالويشن. احنا هنقيم ازاي؟ هنقيم بعد ما خلصنا البرنامج الناس اللي هم كانوا معانا في البرنامج ازاي. طبعا عمليه التقييم دي عمليه مستمره. هدفنا ايه؟ ان طبعا ان انا اشوف البروجريس بتاع الناس اللي معايا، عشان كده بعمل لهم تقييم. ان انا مثلا بتبقى موتيفيشن ان انا لما باجي امتحن، او ان انا باجي اعمل اختبار او حاجه، وفي ناس بتنجح وفي ناس بتسقط، فده موتيفيشن. الناس اللي بتحضر، الناس اللي بتلتزم، الناس اللي فهمت البرنامج ووصلت للاوبجكتيف وحققتها، فبتحس بالموتيفيشن ان هي وصلت. لو هي ما فيش ايفالويشن خلاص، مين اللي هيلتزم؟ مين اللي هيحضر؟ مش هاخد شهادة، مش هتبقى فرقة، مجرد معلومات كده. فبتعمل موتيفيشن، لان في بيبقى فيه سكسسفول وفيلير في الاخر. بيبقى برضو انا ما بقدمش للمجتمع حاجة قليلة، لازم اقدم كفاءات كويسة جدا للمجتمع، واحمي المجتمع من الكفاءات القليلة. يعني مثلا عشان حد يشتغل في المجال الصحي او المجال الطبي لازم يبقى معاه ممارسة مزاولة مهنة او ممارسة مهنة، فلازم يبقى لإما حاضر مثلا دبلوم، لإما معهد، لإما بكالوريوس، يعني معاه شهادة تؤهله ان هو يشتغل في المجال ده. طيب انا عندي ثلاث انواع من التقييم. عندي فورماتيف. يعني ايه فورماتيف؟ دي انا بعمل التقييم ده طول الترم او طول الكورس، وبعمل فيدباك للناس اللي معايا. خلي بالكو الجزء ده انتوا محتاجين تسترس عليه، لا خلي الجزء ده انتوا يعني اكتستوه. بعمل على طول مثلا كويزز، بعمل بارتيسيبيشن، بشوف الناس البارتيسيبيشن بيشاركوا معايا ولا لا. الناس اللي مش بتشارك معايا بعمل استرس عليها ان هي لازم تشارك عشان تاخد يعني درجات وتستفيد من الكورس اصلا بتاعها. طبعا اللي بيتحكم في الموضوع ده هو البروجريسيف، هو اجتهاد الستودنت. لازم الحاجات تبقى ريكوردد، لازم الحاجات برضو دي انا بحطها في الحسبان ان هي بتحدد لي ازاي التيتشنج اوف ميثود اللي انا هستخدمها معاهم، بحيث ان انا لما بعمل الاختبارات والحاجات دي بشوف ايه الحاجات الويك فيها، الحاجات اللي هما سترينث فيها ونجحوا فيها ولا لا. ده الايه، اول نوع اللي هو الفورميتيف. في بعد كده السبميتيف. السبميتيف ده او اللي هو بقى باخد شهاده، ده بيبقى في نهايه الكورس او في نهايه السنه، بعمل الايه الفاينل اكزام. وطبعا الفاينل اكزام ده اللي بيتحكم فيه التيتشر، هو اللي بيحط فيه الاسئله، ولازم الستودنت تجيب جريد معينه او درجه معينه عشان ايه تجتاز السنه دي. في اخر حاجه دايجنوستيك، والدايجنوستيك ده بعد يعني انا تشخيص، بعد بالظبط بعد الفورميتيف، بعد ما بعمل كويزز وبعمل التاسكس اللي الطلبه بتعملها، ببتدي ان انا ايه اشوف بقى البروبلم بتاعتهم، ازاي ان انا احل البروبلم بتاعتهم، الحاجات اللي محتاجيني ان انا اركز عليها اكتر من ايه من حاجات. ايه هي الميثود اوف ايفالويشن؟ بالظبط زي ما احنا حطينا الجول او الاوبجكتيف اوف ايديوكيشن. الاوبجكتيف اوف ايديوكيشن بيتقسم لثلاث حاجات، كوجنيتيف وسايكوموتور وافكتيف. هعمل الميثود اوف تيتشنج اللي هتحقق لي الجول اللي انا او الاوبجكتيف بتاع الكورس. طيب ايه هي بقى؟ لو انا هعمل كوجنيتيف، هقيس الكوجنيتيف بتاعه الستودنت بتاعتي، هعمل لهم ريتن اكزام او اورال اكزام، تمام. طب لو انا هقيس السايكوموتور والحاجات المهارات والحاجات العمليات المهاريه، هعمل لهم براكتيكال اكزام. طب ولو انا عايز اشوف الافكتيف بتاعتهم، هعمل حاجه اسمها اوبزرفيشنال راتنج سكيل. طيب يعني دلوقتي الرايتنج اكزام الادفانتج بتاعته
سهل ان انا احط فيه الدرجات، ما بيبقى فري فروم بايز، ما فيش تحيز، بيبقى السكورنج كلير، وبيبقى كفرد لارج كبير، يعني لارج اوف بارت اوف كونتنت، يعني مساحه كبيره من الكونتنت. يعني ممكن في الريتن اكزام ده ادخل معظم المنهج، معظم الشابترز اللي انا درستها في المنهج. طيب الديس ادفانتج بتاعته بيبقى difficult to set، يعني صعب ان انت تحطيه، بيحتاج مجهود. في جزء برضو فيه بيبقى فيه جس اللي هو الترو والفولس، يعني انا ممكن اخمن دي ممكن تبقى صح او غلط، فبتبقى دي من ضمن البيك بوينت بتاعته او ديس ادفانتج بتاعته. طب انا بعمل الاجزاء الريتن اكزام من ايه؟ في جزء رئيسي انت بتكتب، في ديسكاس هتناقش، ودي بيبقى بيتلخبطوا فيها الطلبه، يعني مش عارف الاسي من الديسكاس. يعني مثلا لما اقول له ديسكاس يروح عامل بالضبط كل الحاجات اللي مكتوبه في المحاضره. ديسكاس دي انت بتناقش ولازم تقول رايك، ما دام قلت لك ديسكاس يبقى ناقش وقول رايك، غير لما اقول لك اسي اسي انت بتكتب اللي انت حافظه بتكتبه. منشن تذكر، انا بقى ببقى عايزه بقى التايتل الكبيره او الهيد لاينز بتاعه الايه الاجابه، مش عايزه الديتيلز الكتير اللي تحتها. منشن دي بتبقى ايه؟ يعني انا بحدد لك حاجه معينه. ترو فولس طبعا دي الصح والغلط، الام سي كيو اللي هي الاسئله متعدده الاجابات، ممكن يبقى 4 إجابات 5 إجابات، والشورت انسر اور كومبليت، اجيب لك جمله مثلا وفيها ايه ميسنج الكلمه او كلمتين وتحطهم في مكانهم وتعمل الماتشنج، اخر حاجه الماتشنج اللي هو ايه التوصيل. فدي اجزاء الاكزام. طب الاي سي بقى هناخد كل واحد والادفانتج والديس ادفانتج. بالنسبه للاي سي ده تراديشنال فورم، يعني دي حاجه من يعني اقدم حاجه في انواع الاسئله، ودي بتبقى سهله ان هو التيتشر يحطها عادي الاسئله دي كلها، وتقريبا بيبقى في منشن او اكسبلين او ديفاين، يعني عرف او اذكر او فسر. والادفانتج بتاعتها طبعا سهل ان هو يحطها، ما تاخدش وقت كتير، بتساعد البيشنت ان هو يورجنايز الايد بتاعته والافكار بتاعته الايدز بتاعته ويكتبها، وبتدي له فرصه ان هو يعبر عن النولج. في طلبه بتحب تكتب، ما تحبش ان هي تمتحن الاورال، عندها ان هي تقعد تكتب وتركز وترتب افكارها احسن من ان هي ايه بياخد برده ايه عشان انا الدكتور يعمله، بياخد شورت تايم، مش محتاج مجهود كبير او منه. الديس ادفانتج هو مش بيكفر جزء كبير من المنهج، ما اقدرش ان انا اجيب له سؤال ولا سؤالين يكتب لي مثلا كتاب اللي هو درسه طول السنه، فبياخد جزء بس صغير من المنهج، لان مش هيقدر يقعد الطالب يكتب لي كل ده. تيك مور تايم تو سكور، طبعا بقعد اقرا كل كلمه عشان بياخد وقت طويل ان انا ايه احط درجه ليه. وليك الستاندرازاين، ما فيش بقى ستاندر اوف سكورينج، يعني ما ينفعش ان مثلا اقول، لان ممكن الطالب هيجاوب باسلوبه فممكن يجيب كلمه مكان كلمه، فما فيش حاجه ستاندر ان انا زي مثلا صح وغلط او ان هي اجابه من متعدد، انا خلاص معروفه رقم مثلا سي هي الصح، فخلاص لو جاوب او اي اجابه ثانيه معروفه ان هو مش هياخد الدرجه. انما في الاسي او ان هو يكتب الدرجه دي بتبقى تقديريه من الدكتور او الانستراكتور اللي هو ايه بيصحح كراسه الاجابه، فدي بتبقى من الديس اي ادفانتج. ان الستودنت ممكن يكرر بقى، يفضل يكرر النولج، يفضل يكررها، فبتاخد يعني وقت طويل في السكورنج، وبتبقى ايه ريبيتيتنج للايه الستودنت، ممكن ما يبقاش عارف الاجابه فيجاوب لك سؤال تاني، مش فاهم السؤال فيحط لك اجابه سؤال تاني. بالنسبه للصح والغلط دي جمله برضو بتتعمل، دي كويسه جدا، ما بتاخدش وقت، والطلبه كتير قوي بيحبوا حكايه الصح والغلط دي، بتبقى سهله يعني، ومن ضمن الحاجات الحديثه في الاكزامينيشن. والماتشنج طبعا، بس بيفضل في الماتشنج الاجابات باكتر من اسئله، لو عندي 10 اسئله نخلي 12 اجابه عشان ما يبقاش فيها جيسنج يعني.
طبعا المالتي بلايت شويس دي ممكن بقى عندي 4 اجابات او 5 اجابات، فانا بختار ايه اجابه واحده. طيب الادفانتج بتاعتها بتغطي جزء كبير من المنهج، سهل ان هي سكورينج، يعني سهل تحط الدرجه بتاعتها، ليها ستاندرد في السكورينج بتاعها، فريدم فروم بايز، ما فيش بايز فيها، وبقدر ان انا بعمل ميجرمنت فيها، وبيبقى فيها هاي انتكتوال بروسيس، ممكن اجيب اندايركت، يعني سؤال اندايركت كده يفكر في الطالب شويه، وبيبقى بروفايد فيدباك للسكول للستودنت والتيتشر، بيبقى ده فيدباك. طيب الديس ادفانتج بتاعته يحتاج مهارات من التيتشر عشان يحطه، مهارات معينه، وبياخد وقت طويل عشان التيتشر يحطه، وبيبقى فيها جيسنج فاكتورز ان هو من الطالب. في شورت انسر بقى، ان انا بقول لك اكتب لي مثلا جمله، اكتب لي حاجه بسيطه، الكلام ده. الشورت انسر ده الادفانتج بتاعته ايزي تو سكور، يعني سهل ان انا احط لي الدرجه، لان انا مثلا هقول لك حط كلمه هنا اعملها كده، فسهل ان انا احط الدرجه، بيبقى سهل ان انا اعمل الاسئله دي للتيتشر، سهل وكفر لجزء كبير من المنهج، وبيبقى فيها ستاندر سكورينج، وبيبقى فري فروم ايه البايس. الديس ادفانتج هو ما فيهاش ديس ادفانتج، انا بجيب لك جمله وبشيل لك كلمه منها، وانت ايه تحط الكلمه دي مكان اللي انا عايزاها تحطها، تحطيها في مكان. بالنسبه للاورال اكزام اهميته ايه او الادفانتج بتاعه ايه؟ طبعا انا دلوقتي بيبقى في كونتاكت مع الستودنت والاكزامينر، لازم بيبقى في كوميونيكيشن سكيل وفلكسبيليتي في الموفينج، وفي الكويتشن في فلكسبيليتي، وفي مرونه، وفي ان الطالب ده انا بقيمه في لحظتها، فهل هو بيقدر كنترول على ويرتب افكاره ولا لا. طيب بالنسبه للديس ادفانتج بيبقى هاي كوست اون تايم، يعني ممكن اسال السؤال ويقعد على ما يفكر فيه، بياخد وقت، بيحتاج مهارات كتيره من الطالب، مهارات فيربال ونون فيربال، وبيبقى فيها بايس برضو، لان ممكن انا او الاكزامينر ده يدي درجه هنا ودرجه هنا مختلفه اكوردنج تو، بقى هو بيدي الدرجه ازاي، ملهاش ستاندر معينه. فعشان كده، عشان لما نيجي نعمل اورال اكزام لازم تبقى تو اكزامينر هما اللي بيعملوا للطالب الاكزام علشان ياخدوا الدرجه المتوسطه ما بينهم. البراكتيكال اكزام، وده طبعا انا مثلا في مكان ريال، مثلا بنزله المستشفى، بنزله معمل، بنزله كده وابتدي يمتحن، او ان انا بعمله في لاب. الادفانتج بتاعه انا بحطه في ريل سيتويشن للطالب ده، بديله فرصه ان هو الحاجات اللي اتعلمها يستخدمها، بيحسن عنده الكوميونيكيشن سكيلز. الديس ادفانتج بتحتاج، هي طبعا مش هينفع ان انا اخد عدد كبير، فيعني ليميتد للعدد، مثلا محتاج عدد صغير، وبيبقى في مرضى بترفض ان هي حد يجي يتدرب عليها او يتعلم عليها او ان هو كده، فممكن يبقى دي فيها مشكله، بيبقى فيها ليك في الستاندرزيشن، وبيبقى في مثلا مرضى بيبقى كوبريتيف، مرضى ما بتبقاش ايه كوبريتيف، وبتحتاج ايه لونج تايم في السكول. بالنسبه للاتيتيود، ودي اخر تايب في الميثود، اللي هي بتقيس لي الافكتيف دومين، وزي الاوبزرفيشن سكيل مثلا، يعني بشوف بقى الطالب اللي عندي هل هو خد الهيستوري من البيشنت ازاي، حي البيشنت، اتكلم معاه، عرفه بنفسه، قال له اسمه، خد الفاميلي هيستوري بتاعته، اتعامل معاه ازاي، عمل انترفيو معاه ازاي، وابتدي ان انا احط له درجه من زيرو لغايه مثلا 3، قد ايه هو عمل البروسيجر ده طريقه صح. طبعا داخل في الافكتيف ده ان هو طبعا النولج والبراكتس هم خدهم وتعلمهم وابتدى ان هو ايه يشتغل بيهم. طبعا عشان يبقى فيه جود تيست، او يعني في كواليتي للامتحان اللي انا بعمله ده، لازم يبقى دايركت، لازم يبقى بريف وكومبريهنسيف، لازم يبقى كلير وواضح، وبيبقى رياليستيك للحاجات اللي هو اتعلمها، ولازم يبقى كونسيرن وامبورتنت بالحاجات ايه اللي انا عايز اعمل ستريس عليها. يعني لو في حاجات مثلا فيها معلومات مش فيها بريوريتي قوي، مش مشكله، انا اهم حاجه اركز على الحاجات ايه البريوريتي في المنهج. انا كده خلصت الايفالويشن، دي اخر شابتر في التثقيف الصحي. مفيد قوي اللي عايز يشتغل
كمجال هيلث اديوكيتور لازم يحط الحاجات دي كلها في دماغه، لازم يراجعها، لازم يفهمها عشان يعرف يبقى هيلث اديوكيتور بروفيشنال، ويتعلم هيلث اديوكيتور ايه ويعمل ازاي كمثقف صحي. لو حابب ان هو يشتغل مع الكوميونتي، لو حابب ان هو يشتغل في اي مجال، الهيلث اديوكيشن دي مش مرتبطه بتخصص، هي لكل التخصصات. كل واحد يبقى متمكن في التخصص بتاعه وبيمشي بالستبس دي، هيبقى هيلث اديوكيتور خطير جدا. لو عجبك الفيديو اعمل له لايك وشيره عشان غيرك يستفيد، والمشترك يشترك، فعلوا زر الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.